أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أناجيك يا موجودا في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. مولاي يا مولاي، أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى، ولو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم أدهى. مولاي يا مولاي، حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى، ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. فيا غوثا ثم واغوثا، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، من هوى قد غلبني، ومن عدو قد استكلب علي، ومن دنيا قد تزينت لي، ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مولاي يا مولاي، إن كنت رحمت مثلي فارحمني، وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني. يا قابل السحرة اقبلني، يا من لم أزل أتعرف منه الحسنى، يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء، ارحمني يوم آتيك فردا شاقصا إليك بصري، مقلدا عملي قد تبرأ جميع الخلق مني. نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعي، فإن لم ترحمني فمن يرحمني، ومن يؤنس في القبر وحشتي.
ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي وسألتني عما أنت أعلم به مني فإن قلت نعم فأين المهرب من عدلك وإن قلت لم أفعل قلت لم أكن الشاهد عليك فعفوك عفوك يا مولاي قبل سرابي للقتران عفوك يا مولاي قبل جهنم والنيران عفوك يا مولاي قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق يا أرحم الراحمين وخير الغافرين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.